شوف عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية باللي استيراد اللحوم الحمراء من خارج البلاد مازال متواصل، وهذا باش يلبوا الطلب الوطني. كما زاد قال تاني بلي كمية اللحوم اللي رانا نجيبوها من الخارج قليلة لو كان قارنوها مقارنة بالمنتوج الوطني. استيراد اللحوم مازال قايم، متوقف على المتعاملين الاقتصاديين اللي ينووا استيراد اللحوم. برك نقول بالمناسبة أن الكمية المستردة قليلة جدا إذا قارناها بالمنتوج الوطني من اللحوم. كما توقع الوزير على هامش اللقاء الوطني تاع وقاية ومكافحة حرائق الغابات باللي راح ترتفع كمية إنتاج الحبوب كي نقارنوها بالعام اللي فات، وسبات هذا الارتفاع يرجع إلى غزارة الأمطار اللي عرفتها بلادنا هذا العام. ربي حبانا هذه السنة بأمطار كافية باش أن يكون فيها سنة إن شاء الله يعني فيها يكون الإنتاج مرتفع، باش نقيموا من الآن. انطلقنا في عملية الحصاد والدرس من الجنوب، يبقى أننا نقيم ونعطوا هكذا كمية من الآن. نتمنى أن الكميات سرا بوكو بوكو ميو كو لاني باسي إن شاء الله.